ازيك يا صاحبي؟ تخيل معايا انك محتاج تشتري بروسيسور جديد لجهاز الكمبيوتر بتاعك، او بتفكر تجيب لابتوب وبتلاقي نفسك قدام اختيارات مختلفة كتير في السوق، ومجرد ما بتبص لاسم بروسيسور انتل بتلاقي حروف غريبة كده زي ال H وال K وال H Q، وبتحس بالصعوبة والتحدي في اختيار البروسيسور المناسب لاستخدامك، فبتحس انك بتتعلم لغة جديدة. لكن لو قلت لك ان الحروف دي مش مجرد حروف عشوائية بل فيها معاني لاستخدامك لازم تعرفها، تعال دلوقتي اعرفك على معاني الحروف المختلفة في اسماء بروسيسورات انتل. وانزل يا ابني بالانتل. مبدئيا كده قبل ما اعرفك الانواع لازم تاخد فكرة عن البروسيسور وتقسيمات الاسماء فيه عشان تبقى جامد جمودة عباسط حمودة. انت حاليا متقسمة اربع فئات، الاي 3 الاي 5 الاي 7 والاي 9. الاي 3 اقل فئة، والاي 5 هو الفئة المتوسطة، والاي 7 هو الفئة فوق المتوسطة، والاي 9 هو الفئة العالية. مبدئيا اول رقم موجود بتشوفه قدامك ده هو البروتوفوليو موديل، او بمعنى اصح الجيل، يعني ده اي 5 الجيل السابع، او اي 5 الجيل ال 12، او اي 5 الجيل ايا يكن. تاني جزء ده وهو رقم المنتج. اخر نقطه دي واهم نقطه في الحوار كله وهي التي دي بي، وهو مقدار استهلاك البروسيسور للطاقه، وهل بيقبل كسر السرعه ولا لا، وهل في كارت شاشه داخلي ولا لا. ودي نقطه مهمه بتاثر على اداء البروسيسور بشكل عام لو عرفت تختار المناسب لاستخدامه. مبدئيا كده هقسم لك الموضوع لقسمين، الديسكتوب بروسيسورز واللابتوب بروسيسورز. نبدا بالديسكتوب بروسيسورز. اول حاجه البروسيسورات اللي اخرها اف، بيكون بنفس سرعه البروسيسور العاديه وما فيهوش كارت شاشه داخلي، وسعر البروسيسور ارخص من العادي، والبروسيسور ده بيكون مناسب جدا للجيمرز. وخلي بالك وانت بتشتريه تتاكد انك جايب كارت شاشه خارجي معاه، عشان ما تلاقيش نفسك جايب تجميعة من غير كارت شاشة خارجي وتتفاجئ ان الجهاز مش شغال. ندخل بقى على اللي بعد، البروسيسور اللي مش بيبقى فيه حروف في الاخر، زي مثلا الاي 5 9400، بيكون سرعته عادية وفيه كارت شاشة داخلي، والنوع ده موجه بشكل عام لاغلب الاستخدامات زي الجيمينج، وهو هو نفس الاف، بس الفرق ان الاف ما فيهوش كارت شاشة وده فيه كارت شاشة. نخش بقى على البروسيسور اللي بعده وهو الكي. الكي بيدعم كسر السرعة واداؤه اعلى من الطبيعي واستهلاكه للطاقة اكتر، واغلى شوية في السعر، وفيه كارت شاشة داخلي، وبيكون مناسب للجيمينج والرندر والشغل التقيل ومحبي كسر السرعه. ندخل بقى على البروسيسور اللي بعده، الكي اف بيدعم كسر السرعه واداؤه اعلى من الطبيعي واستهلاكه للطاقه اكتر، وارخص شويه في السعر من الكي، وما فيهوش كارت شاشه داخلي، وبيكون مناسب للجيمرز والرندر التقيل ومحبي كسر السرعه. ولو هتجيب كي او كي اف حاول تشتري له مبرد مائي او هوائي محترم. ندخل بقى على بروسيسورات انتل بتاعه اللابتوب. اول بروسيسور معانا وهو اليو او الالترا سيف باور، اداؤه اقل من الطبيعي، درجه حرارته اقل، استهلاكه للطاقه اقل، وبيكون مناسب للاعمال المكتبيه والالعاب المتوسطه، وفي ناس بتبيعه لبتوع الهارد كور جيمرز برضو وبيتفاجئوا ليه اداؤه تعبان. فما تستغربش لما تتعلم وتعرف الاسباب، لان البروسيسور ده يعتبر مش مناسب للجيمنج، فما تجيبوش للجيمنج لو سمحت. نيجي بقى للي بعده وهو التي. التي اقل نوع بروسيسور من ناحيه الاداء، ودرجه حرارته اقل بكتير، واستهلاكه للطاقه اقل بكتير، ده بيكون مناسب للاعمال المكتبيه بشكل عام. خش على اللي بعده على طول وهو الاتش. الاتش اداؤه بيكون زياده عن المعالج الطبيعي، وحرارته بتكون اعلى، واستهلاكه للطاقه بيكون اكتر شويه، وبيكون مناسب للجيمنج والشغل العام. تخش بقى اللي بعده وهو الاتش كيو، ده اعلى اداء في الفئه كلها يعتبر، حرارته اعلى، بيستهلك طاقه اكتر، وبيكون رباعي نواه او كات كور. البروسيسور ده بيكون مناسب بشكل كبير جدا للجيمنج والشغل العام. نخش بقى على النقطه اللي بعديها وهو الجي. الجي بيكون بنفس اداء المعالج العادي كبروسيسور، وبيكون في كارت شاشه داخلي اداؤه افضل بنسبه كبيره شويه، وبيكون رخيص في السعر نوعا ما، والنوع ده من البروسيسورات بيكون مناسب لشغل الفوتوشوب والاستخدامات العامه، لان الكارت الشاشه الداخلي اللي فيه برضو مش هيكون افضل من الكارت الخارجي، عشان احطه في خانه انه مخصص للجيمنج، فده يعني حاجه على جنب كده عايز توفر في الميزانيه. نيجي بقى للاتش كي. الاتش كي اداؤه اعلى من العادي، وبيدعم كسر السرعه، وبيستهلك طاقه اكتر، وبيحصل ارتفاع في درجات الحراره عن المعالج العادي، وبيكون مناسب للجيمنج والرندر، وحاول تجيب له قاعده تبريد ممتازه. وبكده تكون خلصت حلقه النهارده يا صاحبي، اتمنى انك انت تكون استفدت من الحلقه حتى لو بنسبه 1%، واكون مبسوط جدا انك تعمل لايك وسبسكرايب، ولو عايز تشوف محتوى مختصر اكتر شرف ليا انك تتابعني على منصات التواصل الاجتماعي، واكون عامل لك تريكس سريعه في الهاردوير على تيك توك هتفيدك في حياتك اليومية. ولو عندك سؤال ممكن تقوله لي في كومنت، وكمان تقدر تكلمني على ديسكورد. ولو حابب تعرب الكيبورد بتاعك وبالمرة تشوفني، تقدر تقابلني في مشروع الفنان لتعريب الكيبورد وخدمات الليزر اللي بكون موجود فيه دايما. واشوفك في حلقة جديدة ان شاء الله يا صاحبي. واحب اختم بالآية الكريمة، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. ولم لي يا ابن العدة وانزل لي بالانترو او بالاوترو، مش هتفرق. يلا.